كل الرحمة لأرواح شهدائنا وكل الشكر لأصحاب الأيادي البيضاء من المجتمع المحلي ومن المجتمع الأهلي. ونحن في محافظة ريف دمشق نقدم وسنبقى نقدم وبتوجيه من سيادته السيد الرئيس راعي الشهادة والشهداء سنبقى إن شاء الله يدا بيد وخطوة بخطوة مع المجتمع الأهلي في سبيل دعم أسر الشهداء والمصابين. هلا نحن بنقدر عطية جينا نكرم أسر الشهداء لأنه هن قدمونا روحهم ودمائهم وضحوا بجسدهم مشاننا، فهذا أقل شيء ممكن إننا نقدمون إلهم. نحن منفخر إنه نحن زوي الشهداء، نحن منفخر إنه نحن أولادنا اللي راح شيء من جسمهم وضحوا بشيء كرمال نحن نعيش ليروا أرض الوطن وتزدهر سوريا من جديد، مشان نحن حطونا بذرة الأمل، بذرة الأمل، بذرة العمل. الشهداء أكرم من الدنيا وأما لبن البشر، ومهما قلنا في حقهم فلن نوفنوا فيهم حقهم. أنهم في الفردوس الأعلى كرمهم الرسول وكرمهم الله، لم يموتوا، لقد ذهبوا جسدا ولم يذهبوا روحا. نحن نشعر بفخر أنه بلدنا انتصر وسط هجمة إرهابية كونية كبيرة على البلد، وهذا بيعلم أولادنا أنه الوطن غالي والوطن بيستحق الشهادة والصمود. هذا التكريم طبعاً هو إحياء لذكرى كل شهيد دافع عن أرض الوطن وإحياء لكل ذر الدم نثرت فوق هذا الوطن وفوق تراب هذا الوطن، وإن كان ابني أو غير ابني فكل شهداء هذا الوطن هم ابني وبمثابة هم أبناؤنا. إصابتي إصابة حرب أثناء حربي في درعا، والحمد لله الحمد لله أنا مبسوط بهذا الفخر ومبسوط بهذه الإصابة كون دفاع عن الوطن عن الأرض عن العرب.